بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سائل يقول: ما حكم صوم من يقضي ليله ساهرا ونهاره نائما إلى المساء؟ نقول: من حيث الحكم الفقهي أجمع الفقهاء على أن الإنسان إذا قضى يومه نائما واستيقظ ولو للحظة واحدة فإن صومه صحيح، وذهب جماهير العلماء إلى أنه إن لم يستيقظ ولا للحظة واحدة أن صومه صحيح أيضا، ولكن صحة الصوم لا علاقة لها بالأجر، فإن الإنسان قد تصح عبادته ولا يأخذ عليها شيئا من الأجر، أو يأخذ من الأجر شيئا قليلا، والإنسان إنما يصوم رمضان من أجل أن يأخذ الأجر، لا من أجل أن يتخلص من شيء يراه ضريبة ضربت عليه، فإن شهر رمضان شهر المسارعة في الخيرات. أما إذا كان الإنسان لا يؤدي هذه العبادة التي ينبغي له أن يفرح بها، لا يؤديها إلا متكاسلا، لا يؤديها إلا وهو كاره لها، فإنه يخشى عليه أن يحبط عمله وأن لا يأخذ أجر هذا العمل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين لا يؤدون الصلوات والعبادات والزكوات إلا وهم كسالى، فقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كيف إذا كان السهر هذا في أشياء محرمة أو فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، كيف إذا كان هذا النوم في نهار رمضان يفوت الصلوات، يفوت به صاحبه صلاة الظهر، صلاة العصر، وربما صلاة الفجر، وربما يفوت به أيضا حقوقا وواجبات ومسؤوليات، فعلى الإنسان أن يسارع إلى طاعة الله وأن يفرح بهذه الفريضة التي الله سبحانه وتعالى غني عنها، فإن الله لا ينفعه صومنا ولا يضره فطرنا، فعلى المرء المسلم أن يعلم بأن الصوم خير له، وأن أداء الصوم على الوجه المطلوب هو خير له، وأن شهر الصوم إنما هو شهر الصوم والذكر وقراءة القرآن والصدقات. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يتقبل منا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.